عزيزي المشاهد، برنامج جولة حرة ينتقل بك وسط جموع الناس، طوفان البشر المتحرك فوق أشواك المشاكل. الصورة لم تعد خافية، الصورة صارخة شاهدتها كل العيون، لم تعد تحتمل الصمت، ولن نعيش طويلا على الصبر والوعود. الصورة فرضت نفسها على كل الأفواه تتساءل صارخة، ماذا حدث؟ ماذا حدث لأقدم مدينة في العالم؟ ماذا حدث للمصريين؟ كيف سقطنا في الغيبوبة؟ ومتى نفيق منها؟ سابق معرفة، أنا حاولت أطلع لك مكتبك فوق بس منعوني، قالوا لي لازم تصريح. فعلا لازم تصريح. ممكن حضرتك تيجي بكرة وتتصل بيا تليفون داخلي 112 عن إذنك؟ بس أنا لازم أكلمك دلوقتي. أيوة بس أنا دلوقتي متأخرة قوي وعندي معاد. دي مسألة تخصك أكتر ما تخصني، وإلا هبلغ ضدك نيابة. نيابة؟ ممكن حضرتك تسمعيني؟ اتفضل. أنا مصطفى عبد الرحمن مدرس. أهلا وسهلا. بس حاليا معار في الخليج، بقالي هناك يجي 9 سنين. أيوة. أنا كل اللي أملكه من الدنيا حتة أرض ورثتها عن المرحومة والدتي. الأرض دي تساوي دلوقتي أكتر من 1,000,000 جنيه. أيوة يا أستاذ مصطفى، بس أنا مالي ومال الحكاية دي؟ حتة الأرض دي اتسرقت. أرض اتسرقت؟ إزاي بقى؟ بتبنى فوقها تلاجة كبيرة. تلاجة؟ تلاجة ملكك أنت وأخوك فؤاد المنشاوي. لا، الكلام اللي بتقوله ده هوت مش صحيح، إحنا مش حرامية. الأرض دي إحنا اشتريناها. مستحيل. أنا عندي المستندات اللي تثبت ملكية الأرض. ولما أنت معاك المستندات دي كلها، ايه اللي مأخرك؟ ما بلغتش النيابة لغاية دلوقتي ليه؟ كان يهمني قبلك قبلها، لأن عمري ما اللي بيدافعوا عن الفقراء وبيحاربوا الفساد، لكن للأسف طلعتي بتدافع عن الناس في النور وتقتليهم في الضلمة. أرجوك ما تحكمش عليا غلط، أنا ماليش علاقة بالمشروعات التجارية دي، أنا مجرد شريكة بالمراس مع فؤاد أخويا. حضرتك لو قابلته؟ حاولت أقابله وكانت مقابلة همجية وسخيفة. ده اخوكي بعت لي فتوات عشان اتنازل عن حقي وبالسعر اللي هو عاوزه. لا، فؤاد لا يمكن يعمل كده.
أكيد في سوء تفاهم. أستاذ مصطفى، أنا وعدك أنت لو صاحب حق هتوصل لحقك، بس أرجوك عشان خاطري أنا أجل حكاية النيابة دي. أنا مستعد أتنازل عن الأرض بس بتمنها الحقيقي، وإلا ههد التلاجة، وده حقي لأن دي أرضي. التلاجة دي اتبنت عشان تخدم الناس، وفي عمال كتير مفتوحة بيتهم من وراها. أنت قلت كلام كويس، ودي بداية كويسة للتفاهم. المهم تتقابل أنت وفؤاد وأنا معاكم. أيوة بس لازم نتقابل بسرعة، لأني لازم أسافر خلال 3 أيام، عشان لو ما قدرناش نوصل لحل معقول يبقى في قدامي فرصة أعمل فيها إجراءاتي. بكرة هات مستنداتك معاك وقابلني أستاذ التلاجة، وهنخلص كل حاجة وأنت موجود. أنا بخلص شغلي الساعة 9:30، عندك مانع تقابلني قدام التلاجة الساعة 10 بالليل؟ أوي أوي، بس يكون في معلومك مهما كانت الظروف لازم تيجي، دي مسألة حياة أو موت يا أستاذة نشوى. اتفقنا؟ اتفقنا. متشكر أوي. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. متشكر حقيقي. سلام. متشكر. السلام عليكم. مع السلامة. صورنا منشورة في صفحة الحوادث مع المجرمين والحرامية. مجرمين ايه وحرامية ايه؟ التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ ده ولد نصاب حاول يعمل لعبة علشان يطلع له قرشين ولا حاجة، بس ده ايش كلام الفارغ ده؟ اسمع لمولك يا فؤاد، انا اديتك التوكيل ده هو لانك اخويا وبثق فيك، مش عشان تنصب بيه على الناس وتزور قمدة الراجل في الشهر العقاري. انا مش عارفة، انا حاسة ان كلام مصطفى ده هو الصادق، لو طلع كلامه حقيقي تأكد ان انا هقف جنبه. معقول اجنانك ده؟ تقفي مع واحد غريب ضد اخوكي بقى؟ الحق ما فيهوش اخوات، الحق حق يا فؤاد. طب تعالي يا محقق اسمعيني بقى. نعم. انا شخصيا واخد حكم بصحه ونفاذ عقد بيع الارض. لو كان في اي شك ما كانتش البنوك خدت ابدا الارض دي ضمان لكل السلفيات اللي احنا بناخدها. الله. على العموم يا فؤاد، انا اديت الراجل دوت معاك بكره الساعه 10 بالليل قدام التلاجه. هو مستعد يتفاهم لو احنا ادينا له ثمن الارض. فؤاد، احنا طول عمرنا اخوات، مش عايزين ناكل حق احد. خلاص يا حبيبتي، انا تحت امرك، هنتظركم بكره. ربنا يخليك. فؤاد بيه المنشاوي. خليه اتفضل. اتفضل. اهلا يا فؤاد. اهلا يا دكتور. جايب لي فلوس معاك ولا ايه؟ لا فلوس ايه، ده مش وقته. ايه؟ مالك يا فؤاد؟ مصطفى صاحب الارض اكتشف حكاية التزوير من الشهر العقاري. ورجع من السفر؟ ايوه يا سيدي رجع. وقابل نشوى وقال لها كل حاجة. نشوى كمان عرفت؟ عرفت. ولها لازم ندفع 2 مليون جنيه والا هيضطر يبلغ النيابة. نيابة؟ وقالت له ايه؟ ادت له ميعاد علشان يقابلني، وانت عارفها، وقالت انها هتقف جنبه علشان ترجع له كل حقوقه. على كل حال انت بقى حر معاه ومع اختك. حر ازاي يا دكتور؟ ما احنا شركاء وزينا زي بعض. شركاء في المشروع انما بقى في حكايه التزوير والنيابه لا. لا. طيب المفروض انا اعمل ايه؟ المهم انك ما تيأس. ما يأس؟ ما يأس ازاي يا دكتور؟ مفيش قدامي غير حلين، كل واحد فيهم امر من التاني، كل مشكله وليها حل تالت.
أمرك يا منشاوي بيه. مصطفى جاي المكتب النهارده يا رمضان. جاي هنا يا بيه؟ وبيهدد انه هيبلغ النيابة. عاوز 2 مليون جنيه تمن الأرض يا إما يهد التلاجة. محدش يقدر يعوب ناحية التلاجة يا بيه. إزاي؟ إزاي يا رمضان؟ فاضل دقيقتين يا نشوى. فاضل دقيقتين. كل استوديو ساند باي. كل استوديو ساند باي. كل ساند باي. الو؟ لا دي جوه الاستوديو. ساند باي. نشوى؟ في تليفون علشانك يا نشوى. بسرعة يا نشوى. حاضر يا أستاذ. ألو؟ مين بيتكلم؟ أيوة أهلا يا أستاذ مصطفى. أنا خلص نشرة الأخبار وهحصلك على طول. ممكن نأجل ميعادنا؟ أصل عندي برد النهاردة. أنا تحت أمرك. بس كنا عايزين نخلص الموضوع ده النهاردة. أقابلك أي يوم الأسبوع الجاي. أنا فاضي. بسرعة يا نشوى. طب حاضر. طيب مع السلامة. أنا جاهزة يا أستاذ. ستاند باي. أنا جاهزة. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الإخبارية الثالثة، تقدمها لكم نشوى نجم الدين المنشاوي. أنباء الرياضة. بس يكون في معلومك مهما كانت الظروف لازم تيجي، دي مسألة حياة أو موت يا أستاذة نشوى. اتفقنا؟ اتفقنا. إيه ده؟ اقفل المية جوه. مريان نشوى ما بتقريش ليه؟ انزل مزيكا بسرعة. نشوى إيه اللي حصل يا نشوى؟ انزل فيلم غير تعليق. غريبة.
عملته مصيبه يا رمضان. اسمع، اقلوها من التلاجه على طول، انا جاي حالا. اقلوها، اقلوها في التلاجه. انا الزبد ادلوه، ادلوه في التلاجه يا كلاب. اهدي يا نشوه. يا كلاب، يا كلاب، ما تعمليش نفسك كده. انت اللي قتلته؟ انت يا فؤاد. نشوه، بلغ البوليس. اهدي يا بلغ البوليس يا دكتور صبري. اهدي بان، بلغ. اهدي يا نشوه. انا عايز البوليس. اهدي يا نشوه. انا شفته. العب يا دكتور صبري، بلغ البوليس، بلغ البوليس يا دكتور صبري. فؤاد اللي قتله يا كلاب. بلغ البوليس، انا شفته. فؤاد اللي قتل، ابلغ البوليس. فؤاد اللي قتل، فؤاد اللي. الو، ايه يا رمضان؟ تقول ايه؟ طيب، مع السلامة انت. خلاص يا صبري، الخطر راح. وايه اللي راح؟ مش فاهم ازاي انت بتاخد المسائل بالبساطة ديت. او انا نسيت ان في شهادة اثبات في الأوضة اللي فوق. شهادة اثبات ايه يا صبري؟ نشوى اختي مش معقول توصلني لحد المشنقة. نشوى دي ممكن تبلغ عن نفسها يا فؤاد لو عملت حاجة غلط. نشوى دي عنيدة، ردتها قوية. تعرف يا فؤاد، انتوا من اللحظة دي أعداء. اتنين ماسكين المسدس على بعض، لازم واحد يقتل التاني بالرصاص. تحب تكون القاتل ولا القتيل؟ صبري، أنا لا أحب أكون قاتل ولا قتيل. أنا كل اللي عاوزه إن أنا أخلص من الورطة اللي أنا فيها دي. صبري، أنت صديقي، المفروض إنك تساعدني. أنا مش هساعدك لأنك صديقي، لأني شريكك وقراطري. يوم هتقبل عليك الشركة دي هتنهار وهتفلس. وبعدين يا صبري، مش عارف. لا 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 لا، مش ممكن، مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ كنت عايز تقول ايه؟ اتكلم. فكرت ان انا اخدها عندي في المستشفى، تبقى تحت ملاحظتي، مريضة، بارانويا حتى، تقضي المدة القانونية ونشكك في قواها العقلية. وبالطريقة دي تسقط شهادتها في المحكمة. وانا عندي احتمال كبير ان انا ممكن اقدر اخليها تغير رأيها عن الموضوع ده. قلت ايه؟ قلت ايه يا فؤاد؟ هقول ايه يا صبري؟ معقول ادخل نشوى مستشفى المجانين؟ اتهمها بالجنان؟ اسمع يا فؤاد، الغلطة دي غلطتك انت ولازم تتحملها. عندك حد تاني؟ Thank you.
جريه يا نايم، عايزين ننام، شغل الجنان ده مش علينا. قلبك ابيض يا نفيسه. عليا النعمه خزق عينيه، يعني هي ابدع من دولت. قلت لي خلاص، انا هشوف عايزه ايه. عايزه ايه يا بنتي؟ عايزه اخرج من هنا. تعالي دلوقتي والصباح رباح. شيلي ايدك من عليا. حاضر يا بنتي، بس تعالي نامي، انت باين عليكي تعبانه قوي. هو احنا فين؟ احنا في مستشفى. مستشفى وكلنا تعبانين زيك. تعالي نامي وبكره يحلها الف حلال. انا عايزه اخرج من هنا، عايزه اخرج من هنا، انا عايزه اخرج من هنا. لازم اخرج من هنا، لازم اخرج من هنا. ايه الهيصه اللي هناك دي؟ المجنونه الجديده عامله مهرجان. حصليني بالقميص. حاضر. الحمد لله. في ايه يا بت؟ عامله دوشه ليه؟ انا عايزه اخرج من هنا. انا خايفه من الناس دي قوي. خايفه منهم ليه؟ باين عليهم مجانين. يا سلام، وانت بقى اللي عاقله مش كده؟ انا نشوى نجم الدين المنشاوي. اهلا وسهلا، انستي وشرفتي يا حبيبتي. ممكن اخرج؟ طبعا. وانت ايه اللي قعدك مع المجانين دول؟ القميص يا حضره الرئيسه. البسي يا حبيبتي، البسي وانا اخرجك بنفسي. هفسحك، هوديكي السيما والتياترو وجنينة الحيوانات كمان، بس البسي. البسي. انا مش مجنونه. البسي بقولك وما تخلينيش اذيكي. انا مش مجنونه. بقولك البسي. انا مش مجنونه. البسي بقولك. أنا مش عارف أعتذر لك إزاي يا نشوى هانم عن سوء التفاهم اللي حصل ده، لكن هي غلطتي، فعلا غلطتي، وغلطتك أنت كمان يا سعدية. إزاي تحطي نشوى هانم في عنبر سبع العنبر المجاني؟ أنا آسفة يا دكتور. المهم أخرج من هنا دلوقتي. أنا عارفة أنت بتعمل فيا كده ليه. صدقيني يا نشوى، أنا بعمل ده لمصلحتك. إحنا هنستضيفك هنا أسبوع، مش أكتر، مش أكتر. فكري فيه على مهلك وبكل هدوء، عشان لما تاخدي قرار ما ترجعيش تندمي عليه تاني. أنا لو قعدت العمر كله هنا يا دكتور، قراري هيفضل واحد. أنا لا يمكن أتستر على جريمة. وأنا معاكي، مفيش حد أبدًا يشوف جريمة ويتستر عليها. سمحنا مش هنخسر حاجه ابدا. تقدري تشهدي في اي وقت زي ما انت عايزه. حول يا سعديه. حونة ايدي. ايه حونة مودقة؟ احنا قلنا ايه؟ حاضر. على فكرة فؤاد اتصل بيا وعايز يشوفك. لا مش عايز اشوف. خلاص خلاص يا ستي، بس ما تزعليش، ما تزعليش ابدا. انت هنا عشان تستريحي وبس، تنسي كل حاجة، تنسي كل حاجة. Thank you.
اليوم. في ايه؟ خايفة، خايفة قوي. خايفة من ايه يا دنايا؟ قتلوه. انت ايه اللي دخلك هنا؟ سمعتك بتصرخي. تبعتي انت مجنونة. ربنا يسامحك، حقك عليا. قتلوه، قتلوه. من مطرح ما جيتي. هو في ايه بالمبنى ده؟ هو انت ما بتردش عليا ليه؟ ده العزل. العزل؟ ايه اللي بيحصل في العزل؟ انا سمعتهم امبارح بالليل وهما بيصرخوا. مين اللي بيصرخوا جوه دول؟ الناس اللي جوه دول هم المجانين ومحدش يقدر يدخل لهم، ولو حد دخلهم ما يعرفش يخرج تاني. قلت لك 100 مره يا كامل ما تتكلمش في الحاجات دي، احنا مش قدهم. لا لا، ده نشوه، نشوه بقت مننا. انا اعرف عنك كل حاجه من ساعه ما وصلت. يلا بينا، هيقفلوا باب العرض. ابقى اشوفك تاني. ها اقول لك على كل حاجه، هنبقى اصحاب مش كده؟ هات بنت وحشتين. هات تعال 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 فات. تعال تعال وحشتين يا تعال بنت وحشتيني. تعال تعال فات. هات سيادتكم ببلاغ صارخ. اتفضل يا سيدي. اللي توقعته حصل. نشوى مصممه انها تبلغ النيابه
العمل يا سبب. انا مش عارف اعمل ايه يا فؤاد. انا حاولت معاها بكل الطرق انها تنسى الحكايه دي، مفيش فايده. اسمع يا صبري، احنا الاثنين في ورطه كبيره، لازم تتصرف. اتصرف ازاي بس يا فؤاد؟ اسمع انت تكتب لي اقرار انك موافق على علاجها وتمضيه. حاضر. اتفضل معاك كده. عملتوها تاني؟ طب اجيب لي الغيار منين؟ وحياتك خلي ضنايا معاكي لغايه ما اجيب لها غيار، اصلها مبلوله. هوا مش هتاخر عليك. حاضر. خدي بالك. حاضر. ايه بس يا رب؟ الناس دي ايه؟ نية جنني بجد. استغفر الله العظيم. هي عملتها فيك وصابت لك العروسه. ايوه. طب هاتي اللي احسن ما تخلصيش منها. معلش ما زمانها جاي. انت جديده هنا، ابعدي عن سكتها لحسن دي مرسان خالص. هاتي لحسن تيجيكي. يا دنيا يا بنتي، يا حبيبتي، انت وحشاني قوي. يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقعد مع حضرتك؟ اتفضلي. شكرا. انا متاسفه قوي على اللي عملته معاكي. حصل خير. انا كنت بس بطمن عليكي مش اكتر. انا اصلا اعصابي تعبانه شويه. كلنا هنا اعصابنا تعبانه. ربنا يشفي. وحضرتك اسمك ايه؟ اسمي زينب. والاولاد هنا بيقولوا لي ماما زوز. اهلا وسهلا. وانا اسمي نشوى. اهلا بيك يا بنتي. هو وحضرتك هنا ليه؟ الله يجازيهم بقى، بعد ما مات المرحوم جوزي صرفت كل اللي حلتي علشان اربي ولادي. في الاخر قالوا لي انك خرفتي وبقوا يتضايقوا مني وجابوني هنا علشان يتخلصوا مني. معقوله؟ ربنا يسامحهم بقى. ماما زوزو، ممكن اسالك سؤال؟ اسالي يا بنتي. مين اللي في المبنى ده؟ انا سمعتهم طول الليل بيصرخوا، كأني في حد بيضربهم. محدش فينا يا بنتي يعرف، احنا ما بنختلطش بيهم. ليه؟ لانهم خطر. علشان كده بيعذبوهم؟ يا عالم يا بنتي، انا ما اعرفش. الوحيد اللي يعرف صادق المفتاح دي. هو يعرف كل حاجه وبيقول عليهم بتوع سياسه. سياسه؟ هو بيقول كده. صادق المفتاح دي عنده كل حاجه سياسه. بنتي بنتي حبيبتي، عملوا فيك ايه يا بنتي؟ قتلوكي قتلوكي قتلتيها 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 قتلتيها. قبضت من فؤاد كام؟ انت شريكه. مجرد انك تستر عليه وتحبسني هنا تبقى شريكه. مش هتقدر تحبسني هنا العمر كله يا دكتور. ساعتها تندم. كلامي ليه انك تستجيب العلاج يا نشوى؟ انت ليه عنيده؟ انهي علاج؟ انت عارف اني مش مجنون. بس مريضه؟ انا بحاول اكل الشر اللي جواكي. انت اللي مريض. انت اللي محتاج لعلاج.
هتعملوا فيا ايه؟ هتعملوا فيا ايه؟ ده علاج، علاج يا نشوى. وحي مؤلم شوية، لكن صدقيني بقيت مضطر. دي أسرع وسيلة. من النهاردة هتبقي إنسانة تانية خالص، هادية ومطيعة والأبعد الحدود. المهم تاكلي كويس ما ترفضيش اكلهم. ولا عايزه الورده اللي فتحها تدبل؟ اهم حاجه هي الصحه. ازيك يا نشوى؟ عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. ده انا قاعد مستنيكي من النجم. ما دام كامل جه يبقى اروح انا بقى اشوف العمر. خد بالك منها يا كامل. دي تعنايا يا ماما زي. ازيك انت النهارده يا كامل؟ الحمد لله انا كويس. وانت ازيك؟ كويس. احنا هنفضل واقفين كده؟ ما تيجي نمشي شويه. اللي تشوف. صادق انت قاعد لوحدك ليه يا عم صادق؟ هو ده صادق اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ اه تم. انا مش فاهم. اتفضلي عادي يا بنتي. انت ليه بتقول لي فادي؟ زمانها بقت قدك كده. انت تعرفيها؟ لا معرفهاش. كان نفسي اقابل حد يعرفها. هي مين فاتن دي؟ بنتي. كانت بيضة وشعرها اصفر زي كده. انا مش فاكرها كويس. بقالي 29 سنة ما شفتهاش. بقالك 29 سنة في المستشفيات؟ عم صادق ده أطيب قلب في المستشفى يا نجم. أنا آسف. تعرف نشوى بتشتغل إيه يا عم صادق؟ بيقولوا إن حضرتك مذيعة، صحيح الكلام ده؟ أيوه. أنا صادق المفتاحجي الصحفي. تشرفنا يا عم صادق. نعتبر زملاء يا فندم. الصحافة زي الإذاعة، الاتنين إعلام بيكملوا بعض. مظبوط. ألف لا بأس عليك يا بنتي. شكرا. أنا آسف بقى أما أكمل اللي بكتبه قبل الأفكار ما تطير من دماغي.
هو حضرتك بتكتب قصة؟ لا يا فندم، أنا بكتب شكوى. دي الشكوى رقم 6902 إلى السيد نخيب الصحفيين. ولا نفعوش. ولا نفعوش؟ ومن الشكوى دي لمين؟ إلى الله. 6902 شكوى كتبتهم إمتى؟ في 29 سنة، من يوم ما رموني في المستشفيات. ما قلنا لك مفيش فايدة من الشكاوى يا عم صادق، ما بتطلعش من المستشفى. مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. يمكن مرة أقدر أطلع الشكوى بره سور المستشفى. جريمتي الحقيقية كانت مقالة كتبتها للجورنان اللي بشتغل فيه، ومنحها الرقيب. مقالة إيه اللي كنت منها كده؟ مقالة عن مارس 54. وماله مارس؟ مارس 54 كان هيغير حاجات كتير قوي في البلد. الثورة كانت لسه في أولها، وحصل خلاف كبير بين حكامها. كتبت مقال في الجورنان منعوه. طلعت على مكتب تلغراف وكتبت للطرفين، قلت لهم مصر مش عزبة عشان تتنازعوا عليها. ارحلوا ارحلوا لأماكنكم وسيبوا الحكم للشعب. ارحلوا ارحلوا. وقدرت تكتبها لهم؟ وتاني يوم ما كدبوش خبر، رموني في المعتقل. لقوا جريمتي هنا في مخي، مفيش في ايدي مسدس او مدفع. شار عليهم واحد من العباقرة، قال لهم اكيد ده مجنون، وجابوني على هنا. 29 سنة في المستشفى عشان قلت لهم ارحلوا. 29 سنة وانا مرمي الرمية دي. خير يا دكتور؟ أنا غلطت في حاجة؟ هو مش خير يا صادق. ما أنا عارف، هو حد هنا بيشوف خير. اسمع يا صادق، أنا جالي تلغراف بخصوصك، ومن حقك تعرف إيه اللي فيه. هيفرجوا عني خلاص؟ لا، بقي في حياتك. في مين؟ مراتك. ما هي ماتت. ماتت إمتى؟ ده مالك اعصابك يا صادق؟ انا كان ممكن اخبي عليك، بس ايه؟ دي ماتت يا عالم، ارجوك خرجني من هنا حالا يا بيه. قلت لك ده مالك اعصابك يا صادق، انت متى صغير؟ دي ملهاش حد غيري، دي وحدانيه. مين هيدفنها؟ مين هياخد عزاها؟ ابوس ايدك يا بيه، خرجوني هنا واحده وبعد كده موتوني. يا ريت كان بايدي يا صادق. ابوس رجلك، ابوس رجلك يا بيه، ابوس رجلك. يا صادق ما اقدرش ارفع ربك وهي ماتت. الاوامر يا صادق. بنت فاتن بره لوحدها، مش عارف عنها حاجه، يا ترى عايشه ولا ميته، يا ترى كملت تعليمها ولا لا، يا ترى اتجوزت ولا لا. عاوز اعرف، دي بنتي من حق اعرف عنها كل حاجه. 29 سنة، في ظلمة أكتر من كده؟ ما تعيطش يا عم صادق، ما تعيطش، كلنا ولادك، كلنا ولادك. تفكري في ايه دلوقتي يا نشوى؟ البرنامج بتاعي. ماله البرنامج بتاعك؟ عايز اعمل حلقة جديدة. موضوع عن ايه؟ اللي بيحصل عندك هنا في المستشفى. صباح النور. مالك يا بنتي؟ تعبان يا عم صادق، حاسه ان دماغي هتنفجر. سلامتك يا بنتي. عم صادق، مين اللي في المبنى ده؟ تسالي ليه؟ بسمع ناس بالليل بتصرخ جوه.
ما بقتش عارفه اذا كانت دي حقيقه ولا انا خلاص ابتديت اتجنن. لا حقيقة يا بنتي، في ناس جوه. مين دول يا عم؟ ومحبوسين ليه؟ وليه بيصرخوا؟ مين الناس دي يا عم صادق؟ ناس زي وزيك، وراهم اللي عاوزين يخلصوا منهم. انا عايزه اقابلهم. تقابل مين يا بنتي؟ دول ناس ماتوا قبل ما يموتوا، والخوف لن حصلهم. لا يا عم صادق لا، مش هنحصلهم، احنا لازم نهرب. نهرب؟ ايوه. انت لو هربت وقدرت توصل للمسؤولين وتشرح قضيتك بنفسك. المسؤولين عارفين قضيتي كويس وحافظين رقمها. انا قضيتي خلاص حفظت في الارشيف لاجل غير مسمى. المسؤولين اتغيروا يا عم صادق. اتغيروا؟ امال انت هنا ليه يا بنتي؟ انا هنا علشان زي ما قلت لك اخويا هو اللي حطني هنا، انما انت قضيتك مختلفه، انت لازم تهرب. اهرب؟ اوعى تفكري ان انا ما حاولتش اهرب. انا حاولت كتير انما مستحيل. انت قلت مفيش مستحيل، لازم نحاول. اسمعي يا نشوى، الهروب من الخنكة او المستحيل. ايه بقى اللي انت فاكراه عن الحادثة؟ جاوب على سؤالي، فاكر ايه عن الحادثة؟ تعبان تلاك، مش فاكرة. ايه اللي حصل يا نشوى؟ قتلوه يا دكتور، قتلوه. مين اللي قتلوه؟ ثلاثة، اتنين، واحد، أربعة، ستة. مين اللي اتقتل؟ مين؟ مين؟ ثلاثة، أربعة، صادق. صادق الحقني يا عم صادق. ايه اللي حصل؟ مش معاملينها جلسه كهرباء واتبهولت خالص. وهي فين دلوقتي؟ في اوضتها. طب اسمعني وانا احصلك. حاضر. حاول ده. ورد خدتهم الجنينة بوزعهم على اخوانا العيانين. اتفضل ورد. دكتور صبري، طوارئ في اوضه 11. اصحي يا نشوى، اصحي. في ضيف علشان الجاي يطمن عليكي. ألف حمد لله على سلامتك يا نشوى. متشكرة يا مصاد. قلبي معاك يا حبيبتي. أنا ليا خبرة طويلة معاهم. اللي بيعملوا معاك كده غسيل مخ. أنا ناسي حاجات كتير يا عم صاد. عارف يا بنتي عارف.
وده اللي خلاني اجيلك. انا عاوزك تركزي يا نشوى، وهما بيعملوا لي جلسات الكهرباء فكري في حاجه واحده بس، فكري في انسان يقدر يساعدك، فكري في امل. الامل الوحيد اني اهرب من هنا. انت يا بنتي بتطلب المستحيل، محدش ابدا يقدر يهرب من هنا. ولا تسيبني هنا لحد ما يدمروني. مش انت بتقولي ان انا زي فاتن بنتك؟ انت عارفة لو فشلتي في الهرب هيعملوا فيك ايه؟ هيحطوكي في العزل. اهون يا عم صادق، ده بعد الموت مفيش موت تاني. محدش فيكم شاف العزل. اللي عايز يعيش لازم يضحي. بس دي تضحية غالية قوي يا بنتي. اشمعنى انت ضحيت يا عم صادق وقلت لهم ارحلوا؟ ما كان زمان قبل السوس ما ينخر في عظامي. احنا بقينا في زمن ما عادش فيه ابطال. يا خسارة. ما تفهمينيش غلط يا بنتي، انا خايف عليكي. والخايف على نفسك؟ لا اوعي تقوليها، انا مش جبان، انا هقربك. انا هقربك، هقربك. يلا يا نشوى البسي بسرعة. ليه؟ هتهربي دلوقتي؟ اهرب؟ يلا يا نشوى، يلا مفيش وقت، تعالي اهرب. احسن، يلا امان اهرب. عم صادق اهرب. ايوه ايوه، بس انا ما معيش فلوس يا مزوز. انا معايا 10 جنيه حوشاها من زمان. خدي اشوف وشي بفنة. هتوحشيني. يلا حوتي يلا حوتي. روحي. انا خايفة عليك. ما تخافيش علينا، احنا نعرف نتصرف. اسمعي يا نشوى، اكتبي الشكاوى للصحفيين كلهم، قول لهم عم صادق تعبان قوي وعاوز يخرج هو المكافحين اللي معاه من السجن ده. هكتب للدنيا كلها يا عم صادق. يلا صعب بسرعه قبل السواق ما يجي والخطط بوظ. يلا عم صادق. ايوه عايز اسالك سؤال واحد بس. أيوة. قول لي مين الناس اللي في العزل دول؟ قول لي. السبع قلت لك عليهم، ناس ماتوا قبل ما يموتوا، وادي اسمائهم اهي. اهي اوعي تنسينا يا نشوى، اوعي تنسينا. ههد الدنيا علشانكم، خلي بالك من نفسك. مع السلامه يا نشوى. يلا صعب يلا. مع السلامه. خلي بالك من نفسك. خلي اتكلم. انت عارف كل حاجة يا صادق. انا ما اعرفش حاجة. نشوى هربت راحت فين؟ ما اعرفش. اتكلم. اتكلم. ما اعرفش. اسمع يا صادق، نشوى هترجع، يعني هترجع، وانت سابق هربت ورجعناك. بس كنت متورط معاها. تعرف ممكن يحصل لك ايه يا صادق؟ أنا سايبك حر في المستشفى لأن عايز أسيبك، إن أنا في لحظة هرجعك العزل. لا لا العزل لا. طب قول لي نشوى راحت فين؟ ما أعرفش. كذاب. لا مش كذاب. كذاب. لا مش كذاب. كذاب. مش كذاب. كذاب. مش كذاب. مش كذاب. مش كذاب. Thank you.
تقصد ايه بكلمة ارحلوا؟ اقصد معنى كلمة ارحلوا. مين اللي قالك كده؟ ضميري. قبضت تمن من مين؟ تمن ايه؟ تمن الخيانة والتشكيك. انا مش خاين. الشيوعيين هم اللي دفعوا. انت عضو في الحزب الشيوعي السري. انا مصري. يبقوا الاخوان. اخوان مين؟ حرزنا في بيتك 500 دولار و1000 روبل. جبتهم من ايه؟ كذب. انا عمري ما شفت الدولارات شكلها ايه. تقصد ايه؟ ان احنا اللي حطيناهم؟ لا والله. رجعية المصرية وراك. هي اللي عندها دولارات. انا حر. انا انسان حر. انا حر. انت مجنون. انت كلب. كلب. انت كلب ومش انت كلب. انا مش كذاب. انا مش خاين. انتوا لفقتوا لي قضية. اذا كنت عاوزين تحكموني حكموا عين وضميري. هم الاثنين اللي اشتركوا معايا. اشتركوا معاك في ايه؟ اتكلم يا صادق. القضية 1880 سنة 1965. أنا بكلمك عن إيه؟ أنا بسألك عن نشوة. نشوة مين؟ أنا إنسان حر وليا مبدأ، وما فيش قانون في العالم يمنع الإنسان من إنه يكون حر. أنا إنسان حر، ليا مبدأ، ليا إنسان. أنا صاحب القضية 1888 سنة 1965. أنا صاحب القضية. أنا هعرف إزاي أطلع الحقيقة منك يا صادق. أنا صاحب القضية 1965. أنا صاحب. أيوة بيه. ليه مبدأ؟ ليه مبدأ؟ انا حر. ليه مبدأ؟ ليه مبدأ؟ ليه مبدأ؟ كهرباء لا كهرباء لا كهرباء لا. نشوى رحت فين يا صادق؟ ما عرفش ما عرفش ما عرفش. دلوقتي هتعرف. لا لا كهرباء لا 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 لا. بلاش على صادق. أنا اللي هربت نشوى. هربتها فين؟ راحت اسكندرية. عند مين؟ ما أعرفش. حد اشترك معاك؟ أنا لوحدي. ما حدش يعرف غيري. ايوه فؤاد، انا انتزعت منهم اعتراف كامل بالمكان اللي هربت فيه. طلعت اسكندريه. انا اكيد راحت لحد تعرفه. على العموم احنا قطعنا شوط كبير معاها في عمليه مسح المخ، لكن ده مش كفايه. ممكن الذاكره تنشط من جديد. ايوه ده هيكون في خطوره كبيره علينا قوي يا فؤاد. انت تعمل كل اللي في وسعك وتدور عليها وتلاقيها وترجعها بسرعه. مع السلامه. دي صورتها ودي العناوين اللي ممكن تروح في اسكندرية. انا طالع وراكم. ماشي. من شوقي عاوز النهاردة بأي تمن. سلامة. الو الو. التلاتة اتنين واحد اربعة زيرو. النمرة صح. مين بيتكلم؟ ممكن اعرف ده رقم مين؟ انت عايزة مين؟ من فضلك قول لي اسم صاحب الرقم ده. مش هعرف مين بيتكلم الاول. انا نشوى. نشوى؟ ايوه. من اسكندريه؟ وحشاني. وصلت امتى؟ النهارده. انا موجوده دلوقتي في سنترال بير مسعود. ممكن تجيلي دلوقتي؟ حالا. طيب ممكن اعرف انا بتكلم مين؟ انا جاي لك حالا يا نشوى. يعني لو شفتني هتعرفني؟ انت متاكده انك نشوى؟ ايوه. انا هستناك قدام بير مسعود. ارجوك ارجوك تعالى بسرعه. مع السلامه. ما جيتيش على البيت ليه؟ شريف. ايوه
انت شريف. ثلاثة، اثنين، واحد، أربعة، صفر. أيوة فؤاد، خد النمرة دي عندك، أكيد نمرة تليفون يظهر لها علاقة بنشوة. ثلاثة، اثنين، واحد. نشوة، فيك حاجة مش مظبوطة. حاجات كتير يا شريف. زي ايه؟ اتكلمي. أنا هربانة وجاية لك يا شريف. أنت الإنسان الوحيد اللي ممكن تساعدني في الدنيا دي. هربانة من إيه؟ من المستشفى للأمراض العقلية. نشوى، أنا بتكلم جد. أنا كمان بتكلم جد. أنا كنت محبوسة هناك يا شريف. كانوا عايزين يجننوني. هما مين دول؟ فؤاد. فؤاد أخوكي؟ ويجننك ليه؟ مش عارف. كنت في أنهي مستشفى؟ كنت هي في مصر، بس أنا مش عارفة هي فين، بس أنا فاكرة اسم صاحبها الدكتور صبري. دخلتي إمتى يا نشوى؟ مش عارفة، بس متهيألي إن أنا قعدت هناك مدة طويلة. مش فاكرة إذا كان يوم ولا شهر ولا سنين. مش فاكرة. مش فاكرة يعني إيه يا نشوى؟ كلمي كلام معقول. مش فاكرة يا شريف. مش فاكرة. اللي هناك عملوا فيا حاجات كتير أوي. عزموني بالكهرباء، عملوا لي غسيل مخ، شربني الدنيا أدوية كتيرة. نشوى. لا، أنا مش مجنونة. والله أنا مش مجنونة. أنا مش مجنونة. نشوى. إيه؟ أنا مصدقك. مصدقك يا نشوى. إيه؟ تعالي. تعالي أقول شريف. أنا كنت ناسيكم خالص. كل اللي أنا كنت فاكراه نمر التليفون، وكمان مش عارفة بتاعت مين. حتى لما شفتيني؟ لا، لما شفتك عرفتك على طول. أنا في حاجات كتير فاكراها كويس، إنما في حاجات كتير أنا ناسيها. حاجات زي إيه يا نشوى؟ إزاي دخلت المستشفى؟ وإمتى؟ وليه؟ دي حاجة بسيطة ممكن نعرفها بسهولة. ازاي؟ ازاي يا شريف؟ شوف يا ستي، نتصل بشغلك ونعرف امتى دخلت المستشفى وليه؟ اكيد المعلومات دي عندهم. ده انت مذيعة مشهورة يا نشوى. سرحانة في ايه؟ نشوى. الله يخرب عقلك، سرحتي في ايه؟ المكان ده فكرني بحاجات كتير قوي. احلى ايام العمر. كنا اكتر من اخوات. سعاد اختك هي صاحبتي الوحيدة. فاكر يا شيف زمان؟ لما كنت تلاقي حد يعكسنا، كان ليك كل يوم خناقة علشان. بصراحة قوي كنت بغير عليكم. وكنت بتحافظ علينا. كنا متعودين كل ما نقف قدام البير نرمي فلوس فضة بعد ما نوشوشها ونتمنى اللي احنا عايزينه. تيجي نعمل زي زمان؟ بس انا مفلسة. وانا يا ستي عامل حساب.
تمنيتي ايه؟ اتمنيت انك تقف جنبي. اكيد هقف جنبك يا نشوى. قولي لي يا نشوى. نعم. هي دي ياسمين؟ ايوه هي دي. ايوه جبتي الاسامي دي منين؟ على مصادر المفتعجي، هو اللي كتبهم لي. الكلام ده لو حقيقي هتبقى قضيه خطيره جدا. صدقني يا شريف والله انا ما بكدب عليك. مهم بكره الصبح تنزلي معايا تعملي توكيل. الله، يعني انت وافقت تمسك القضيه؟ يا معقول يا نشوى هيفوت لك طلب؟ المهم دلوقتي تخشي تنامي جوه وانا هنام على الكنبه الظريفه دي، ها؟ ولا العكس؟ لا خليني العكس، انا انام على الكنبه وانت تنام جوه. طيب اقوم اجيب لك بطانيه. طيب ما تنساش تطفي النور. حاضر. قول لي يا نشوى. فين؟ يلا. حاضر. مين شافك؟ أيوه. شوف كده. اتفضل. شكرا يا حافظ. متشكرين جدا. حافظ يا سلام. مع السلامة. خلاص يا ستي؟ استريحتي؟ كده ابتديت اطمن. طيب أنا مضطر بقى أسيبك دلوقتي عشان الحق مكتب المحامي العام، ها؟ اجي معاك؟ لا لا لا، استحسن بلاش. انت هربانه من المستشفى والصور لسه مش واضحه. بقول لك ايه؟ انزلي انت وسط البلد اشيلي شويه حاجات لنفسك، ها؟ هتلاقي فكه، انا هطلك في الشنطه. ليه كده يا شريف؟ هو لازم في حاجات هتحتاجيها. بقول لك ايه؟ نتقابل في البيت؟ اللي تشوفه. مع السلامه. طيب، مع السلامه. مع السلامه. الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ شريف على جانب كبير جدا من الخطوره. انا واثق يا فندم من كل كلمه قلتها لسعادتك. مدير المستشفى بيمارس تصفيه جسديه للمرضى. واللي في سعادتك دي يا فندم قايمه بالاسماء. مصطفى عبد الفضيل، شوكه المنياوي، ابراهيم كرواني، طارق بسيوني. انت واثق ان الاسماء دي صحيحه؟ ايوه يا فندم. انا حصدر امر بتفتيش المستشفى بكره الصبح. يا مين يا فندم احضر معاهم؟ انا ما عنديش مانع. بكره هيتم تفتيش المستشفى بمعرفه رئيس النيابه. طب يا فندم استاذن. مع السلامه. الله يسلمك. ايوه اديني المحامي العام في القاهره.
اظن ده اخر مكان ممكن يدوروا عليك فيه. بعد اللي حصل لنشوى بقيت خايف عليكي ولازم احميكي. تعالي. ايه؟ مش معقول بتقولي ده. السلام عليكم. طب هبقى اكلمك بعدين. اهلا 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 وسهلا. نورت المطرح كله. خطوه عزيزه. انا عندك اوضه فاضيه؟ اه طبعا من عينيا. عروستك مش كده؟ لا مش عروستي، دي قريبتي. اه فهمت فهمت. كان من عينيا المطرح كله ساكن. استاذ زينب اتصرفي. انا ما اقدرش اسيبها في حته لوحدها اللي عندك انت هنا. طب فهمت فهمت. مش كنت تقول كده من الاول؟ ده انا هشيلها في عينيا. اسم النبي حاسك ايه؟ نشوى. اسمي نشوى. عاشت الاسامي. اطلع دقيقه واحده اجهز لها المكان وانزل على طول. شكرا. عايز اتفضلي. اظن يمكن حد يفكر ان نشوى المنشاوي تعيش في مسجون زي ده؟ اللي عاشت في مستشفى امراض عقليه الشيف ممكن تعيش في اي حته في الدنيا. معلش يا نشوى، بكره كل شيء يتصلح ويرجع زي ما كان واحسن ان شاء الله. ما تنسيش ان المعاينه بتاع المستشفى بكره. ما اقدرش اجي معاك. لا خليك انت بعيد، وانا بعد ما ارجع ان شاء الله هحكي لك على كل اللي حصل. طيب يلا يلا اطلعي. تصبح على خير. تصبح على خير يا ست زينب. الو، انا دكتور صبري. افندم المحامي العام بنفسه. طيب 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 انا فهمت فهمت. اتغير كتير عن الاساليب القديمه. دلوقتي عندنا قسم للهوايات، المرضى بيلاقوا الهوايه اللي يحبوها ويلاقوا فيها نفسهم. ده شيء جميل جدا. شكرا يا فندم. فعلا. اتفضل اتفضل. ومن حسن حظ المرضى ان احنا عملنا لهم حمامات بخار معموله على احدث طراز علمي. كل دي حاجات رائعه جدا. طيب ممكن اطلع على دفاتر المستشفى؟ اوي اوي. فوزية افندم. حضر دفاتر. حاضر يا فندم. تفضل يا فندم. تفضل شيل بيت. تفضل تفضل. دي دفاتر المستشفى كلها. الأسامي اللي حضرتك ذكرتها مش موجودة. دكتور احنا طبعا عملنا جوله في المستشفى كلها وكل شيء جميل ورائع. ناقص مكان واحد يا دكتور لسه مش شفناهوش، اسمه العزل، مش كده برضه؟ العزل؟ اه فعلا فعلا. بس ده المكان الوحيد اللي مش ممكن اي مستشفى امراض نفسيه تعزم يعني الزوار انهم يشوفوه. لكن انا مش من الزوار، ده انا جاي في ماموريه تفتيش يا دكتور. انا ما اقصدش يا فندم، انا كل اللي اقصده إن كل مستشفى أمراض نفسية فيها مكان للعزل. إحنا بنعزل المرضى اللي بيشكلوا خطر على زملائهم. إذا كنت تحب تشوف حضرتك مفيش مانع. إحنا عندنا مريض واحد بس في المستشفى اسمه صادق. صادق المفتحجي. أيوه صادق المفتحجي. لو سمحت يا دكتور هو ده اللي عايزين نشوفه. أوي. بكل سرور. اتفضل اتفضل. اتفضل يا عم صارق.
صادق المرتاح. اتفضل استريح يا عم صادق. اقعد. يزيد فضلك يا ابني. الحمد لله يا عم صادق النهارده حالته كويسه قوي. تقدروا تتكلموا معاه. يا عم صادق انا شريف عبد الله المحامي. وده الاستاذ رأفت علي رئيس النيابه. اهلا وسهلا. تقدر تقول لي يا عم صادق انت بتعمل ايه هنا؟ انا عضو في نقابه الصحفيين. انا الوحيد اللي قلت لا. الصحفي الحر هو اللي لازم يقول لا للغلط. ايه اللي جابك المستشفى يا عم صادق؟ الرئيس. الرئيس حب يتخلص مني علشان كتبت مقالة قلت فيها لا لا. انهي رئيس يا عم صادق؟ رئيس التحرير. عشان كتبت مقالة قلت فيها يعني لازم يكون عندنا قنبلة ذرية علشان لما الألمان يرموا علينا قنبلة احنا كمان لازم نرمي عليهم قنبلة. ألمانيا يا عم صادق؟ انتوا بتعرفوش الألمان؟ في حد ما يعرفش الألمان؟ هتلر. أهو هتلر ده بقى من الألمان. عم صادق مين في العزل معاك؟ مين؟ العزل مليان ناس كتير غيري. اسألوا الحيطان دي كلها وهي هتقولكم العزل فيه مناضلين كبار. مصطفى عبد الفضيل، شوكت المنياوي، شوكت يا شوكت، شوكت المنياوي، ابراهيم كروان، ابراهيم كروان، طارق بسيوني، طارق. وهما فين دلوقتي يا عم الصادق؟ اسألوا الحيطان دي كلها هتقول لكم كل واحد فيهم كتب عليها بدمه تحيا مصر، تحيا مصر. طب اهدى اهدى يا عم صادق، اقعد استريح اتفضل. يا عم صادق احنا دورنا على الناس دول هنا ما لقيناهمش. تقدر تقول لي اخر مره شفتهم كان انت قريب؟ ده بينا احنا الخمسه ومشينا ورا النعش. نعش؟ نعش مين يا عم صادق؟ نعش سعد باشا زغلول. الامه كلها خرجت وراه. سعد باشا كان زعيم الامه. كان زعيم الامه. انا من رايي كفايه اسئله. صادق تعب مسكين، عقله راح. لو النهارده في احسن حالاته. الحقيقه احنا بنتعب معاه كتير. احنا اسفين قوي يا دكتور، ازعجناك. اتفضل يا استاذ شريف. الحمد لله قلبي كان هيقع. ايه يا سعدية؟ كنت خايفة مفعول الحقنة يروح عن صادق. أنا بعمل حساب لكل حاجة.
المهم كل حاجة ترجع لحالها والمذنبين يرجعوا للعزل. وصادق معاهم؟ لا لا لا، صادق يرجع اوضته. الراجل ده انا تعبته كتير، كفاية عليه الزمن. واشمعنى صادق والتانيين لأ ليه؟ دول كان لازم يحصل لهم كده، دي عقول مدمرة لو كنا سيبناها كانت دمرت المجتمع كله بأفكارها. نشوى أنا قابلت صادق بنفسي ومفيش حد في العزل. مفيش حد في العزل؟ يبقى أكيد هربوه. نشوى عشان خاطري انسي الموضوع ده خالص. أنسى؟ شريف أنا اعتمدت عليك وجاي دلوقتي تقول لي أنسى؟ أكيد أكيد هربوهم. نشوى حبيبتي أنت مذيعة ناجحة وأنا واحد من المعجبين بيكي جدا جدا. نشوى كل واحد فينا بيتعب ويبقى محتاج لراحة ويعني يعني إيه؟ يعني أنت صدقت إن أنا مجنونة؟ يا نشوى أنت مش مجنونة، أنت تعبانة. شفت إيه عليا يبين لك إن أنا تعبانة؟ لا إذا كنت صدقت كلامهم يبقى أنا أكيد اتجننت. يبقى أنا أكيد اتجننت. أكيد اتجننت أنا. نشوى حبيبتي افهميني، أنا عايز أساعدك، أنت كمان ساعديني. أساعدك يا شريف، بس قولي عايزني أعمل إيه علشان أساعدك؟ شوفي يا ستي، تقولي لي الحقيقة، إيه مصلحة أخوكي إن دخلك المستشفى؟ وإيه كمان مصلحة الدكتور صب في كده؟ مش عارفة يا شريف، قلت لك قبل كده إني مش عارفة. طيب، حاولي تفتكري إيه اللي حصل بالظبط قبل ما تخشي المستشفى؟ مش فاكرة يا شريف، مش فاكرة. حاولي تفتكري يا نشوى، ساعديني عشان خاطري. مش بإيدي يا شريف، مش بإيدي، مش بإيدي، مش بإيدي. أستاذ شريف؟ أفندم. الأستاذ فؤاد المنشاوي عايزك. هو فين؟ في العربية. اهلا يا فؤاد، ما تتفضل في البيت فوق. لا معلش يا شريف، انا جاي لك دلوقتي مخصوص عشان تسلمني نشوى حالا. نشوى مريضه ومحتاجه العلاج. انا عارف معزه نشوى عندك قد ايه، وانت اكيد ما ترضاهاش اي ضرر. اكتب لي ورقه انك موافق على نقل نشوى مستشفى تانيه، وانا اللي هتولى علاجها. ورقه ايه؟ انت اكيد اتجننت زيها. اقرار منك بالموافقه على انهاء علاجها بمستشفى الدكتور صبري. لا، تتفاهم معك بقى صعب قوي. أرجوك يا شريف، ما تضطرنيش أتصرف معاك بطريقة غلط. أنت ليه مصر على الدكتور صبري؟ لأنه عارف حالتها كويس. حتى لو كان موضع شك؟ أنا مش قادر أفهم، أنت إيه علاقتك بالموضوع؟ بتدي نفسك حقوق مش ليك ليه؟ يظهر إن إحنا مش هنقدر نتفاهم. بعد إذنك. شريف، هتسلمني نشوى ولا لأ؟
محمود. صباح النور. طيب هقابلك في ميعادنا ان شاء الله. طيب يا محمود، مع السلامة. مع السلامة. لو سمحت. طب ما تعالى. ما تتوسع شويه عشان السكه. في نزيلة هنا في البنسيون اسمها نشوى نجم الدين المنشاوي. ايوه بيه، ايوه خير كفالنا الشر. لو سمحت اديها خبر. على عيني، حاضر. اتفضل سيادتك ارتاح قبل ما اديها خبر. لو سمحت بسرعة. خير يا رب. ده حلو. مش وقته، مش وقته. نشوى فين؟ نشوى هربت يا بيه. هربت؟ أكيد افتكرتك جاية تقضوا عليها. نشوى في خطر يا محمود. طب وإيه المكان اللي ممكن ألاقيها فيه دلوقتي؟ أنا هعرف ألاقيها فين. بقول لك إيه؟ أشوفك بعدين. ها؟ بقول لك إيه؟ نعم يا بيه. لو رجعت تاني ما تخليهاش تتحرك من هنا، مفهوم؟ حاضر يا بيه. هتعملي إيه؟ همسكها. خيروني أموت فين؟ أختار أموت في البير ده.
ضربوك كل الضرب ده واستحمل؟ اه. محاولتش تدافع عن نفسك؟ انا لحقت يا نشوى، انا لسه بقول يا هادي لقيت ال... سلامتك. الله يسلمك. انت مستني حد؟ ما اعتقدش. افتح من هنا يا نشوى، سنة مش قلق. انت وخليك. شريف هنا؟ تعال يا محمود، تعال. عامل ايه؟ انا محمود. عامل ايه يا شريف؟ انا كويس الحمد لله. انت كويس؟ كويس. تبقى انت بقى يا نشوى. على فكره انا رحت لك النهارده البنسيون. هو انت؟ يا ابن الايه؟ ابن ايه بقى؟ لا لا اوعى تشتمل عشان ده ابن خالتي. ياه ده انت نشفت دمي. اعمل لك شاي ولا قهوه؟ لا شاي ولا قهوه، انت مش نفسك. انا جاي معاك شويه. انا بقى هروح مشوار صغير وارجع على طول. ها؟ خليك انت قاعد مع نشوى. انا كويس. باين عليك كويس. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. انا وصلتني تحريات من المباحث وفيها معلومات مهمه جدا عن الاسامي اللي انت جبتها لي. ده خبر عظيم فعلا يا فندم، مهم ان كلامي طلع سليم. الظرف ده فيه اربع شهادات مهمه جدا تمس القضيه. شهادات ايه يا فندم؟ شهادات وفاه. احنا كنا بندور على ناس ميتين يا استاذ شريف. أحدث شهادة فيهم صاحبها مات من 10 سنين. يا فندم أنا مش بأنبك، كل المسألة إني حبيت أقفل المحضر وأطلعك على النتيجة. أربعة ماتوا؟ إيه؟ مالك يا شريف؟ من ساعة ما جيت وأنت مش عايز تتكلم. في إيه؟ ما تتكلم يا أخي. لا مفيش. طب شوف بقى يا سيدي، وانت بره نشوى قالت لي على حاجه خطيره جدا. الحاجه دي نسيت اقول لك عليها، لو سمحت قولها له يا نشوى. لا يا محمود قولها له انت، انا مش هقدر. لا طبعا قولها له انت. امبارح بالليل بعد ما سبتني في البنسيون انا نمت وحلمت، حلمت بكل اللي حصل قبل ما ادخل المستشفى. أنا كنت بعمل حلقة مهمة أوي للتلفزيون، وفي نهاية الحلم عرفت إيه اللي حصل. في واحد اتقتل عندنا في التلاجة. أيوه اتقتل. يمكن يكون هو ده السبب اللي خلى فؤاد يدخلني المستشفى. مش هتكلم في الموضوع ده تاني. يعني ايه مش عايز تتكلم؟ بتقول لك شايف جريمه قتل، فاهم يعني ايه جريمه قتل؟ في الحلم يا حضره الظابط احلام، زي الناس اللي في العزل برضه احلام. لا لا يا شريف انا ما كدبتش عليك، انا قلت لك الحقيقه. الحقيقه من وجهه نظرك انت يا نشوى، الناس دي ماتت. انا بنفسي شفت شهادات وفاه. كذب، الناس دي عايشه. اخر واحد مات كان من 10 سنين يا نشوى. 10 سنين؟ كذب، انا شايفاهم. الناس دي عايشة. عايشة في خيالك انت بس يا نشوى. الأم دي مش غلطتك انت، غلطتي انا. مش هسمح لنفسي اتورط في الحكاية دي اكتر من كده. على كل حال يا شريف انا فعلا ما اقدرش اورطك اكتر من كده. كفاية اللي انت عملته علشاني. انا هرجع المستشفى. لا انت هترجع البنسيون. الله ما تيلا يا اخوانا. يلا نشوف. يلا.
عزيزي الشريف، أعلم أنه من الصعب عليك أن تسلمني بيدك. اختصرت الطريق، سوف أذهب غدا إلى المستشفى وسنلتقي قريبا ومعي الدليل. فإلى أن نلتقي، لك حبي نشوى. هنا فين؟ معقول؟ نشوى! أنا افتكرت! شيلها من هنا! أنت اللي دخلت! شيل المجنونة يا رمضان! أنت فهد! أنا بلغ البوليس! أنت اللي قتلته! أنا افتكرت كل حاجة! أنت اللي قتلته فهد! أنت اللي قتلته! هدخلها اوضتها. تعالي يا نشوى، تعالي يا بنتي، خليكي معاها في الاوضه يا دكتوره زوزو. تعالي. يعني جايه بمزاجك؟ ايوه. ليه كده يا بنتي؟ عارفه هيعملوا فيكي ايه؟ دول هيقتلوكي. مش مهم، المهم اوصل للحقيقه. انهي حقيقه؟ حقيقه اللي شفته هنا. انا عايزه دليل، حد صدقني. قالوا عليا مجنونه. انهي حقيقه عايزه توصلي لها؟ اللي في العزل، الناس اللي في العزل وقالوا عليهم ميتين. عشان كده انا جبت كاميرا، عايز اصوره. ماما زوزو، انت لازم تدخليني العزل. انا ادخلك العزل؟ لا، ما اقدرش. بس هتدخلي العزل مفيش حد يجوز. ناس مالهوش ناس، الجثث بتتحرك. يهمك ايه لما تشوفيه؟ انا مش عايز اشوفهم يا مصطفى، انا عايز اصورهم. وقيمته ايه؟ بره بقى في حريه وفي ناس بتدافع عنها. لو كان في حريه ما كانش زماني هنا. لا، الحريه دلوقتي موجوده، بس لازم نوريهم ايه اللي بيحصل هنا. عم صادق، انا محتاجالك، انت الوحيد اللي ممكن تدخلني العزل عشان خاطري. قلبي عندك، النهارده بالليل نتقابل، بس ما تاخديش ادويه. حاضر. انا هدخلك العزل. اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ انا قلت اتمشى شويه. ممكن تزقني؟ اصلا تعبت. صح. حاضر حاضر.
ده شيء فظيع يا عم صادق، شيء فظيع. لو كانت الصور دي معايا من الاول. كل شيء بقى وانا بنتي، لكن هتعملوا ايه دلوقتي؟ الصور دي هوديهم انا والشيف للمحامي العام، وهثبت لهم الناس اللي قالوا عليهم ميتين وطلع لهم شهاده وفاه انهم لسه عايشين، مفيش دليل اكتر من صورهم. وهتخرج من هنا ازاي؟ ده محدش يقدر يهرب مرتين. مش محتاجه اهرب، شريف عارف ان انا في المستشفى واكيد هيجي يزورني. انت شوقتيني اشوف شريف ده، حاسس انه قريب مني. شريف صوره منك، راجل ودم حر. ربنا يسعدكم يا بنتي. قصدك ايه يا مصاد؟ ودي عاوزه تفسير؟ ما انت باين عليكي كل حاجه. لا انت تفكيرك راح لبعيد قوي. الا قوليلي، ست بديعه لسه بترقص؟ بديعه؟ بديعه مين؟ بديعه مصادني. بديعه مصادني؟ بديعه مصادني ماتت من زمان قوي يا عم صادق. هي ماتت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله، امال من الحرص في فرحك. يلا بينا قبل ما يشوفونا. يلا فندم. انا شريف عبد الله المحامي، جاي زياره للانسه نشوى نجم الدين. بس الزياره ممنوعه يا فندم. ده انا لازم اشوفها، ده انا المحامي بتاعها. اسفين يا فندم، الدكتور مانع زيارتها. هشوفها يعني هشوفها. يا استاذ يا استاذ. راح فين يا استاذ؟ داخل جوه. سمعت معاك تصريح؟ ايه ممنوع ولا ايه؟ طبعا ممنوع. هو اللي هيحسن ايدي. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه يا بغوي؟ ايه الدوشه؟ احنا في شارع ولا في مستشفى؟ اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل. خير؟ انا المحامي بتاعنا ومعايا توكيل. توكيل ايه يا متر؟ احنا مش محكمه، احنا في مستشفى. برضه تهجمت عليها بطريقه مش كويسه. عيب. في احيانا الذوق ما ينفعش. انا مصر اقابل موكلتي واعرف عملت فيها ايه. تعرف ايه ولا ما تعرفش؟ مريضه وبنعالجها ومنعنا عنها الزياره لاسباب طبيه. ايه؟ عندك اعتراض؟ من غير لف ولا دوران. هشوفها باذنك ولا تحب اشوفها باذن من النيابه؟ انت سبق جيت مع النيابه وخرجت زي ما جيت. ثم انا معايا اقرار من اخوها بعلاجها، واقدر امنع اي حد انه يزورها حتى هو كمان. الحقني يا صادق. في ايه؟ المحامي بتاع نشوى في المستشفى. شريف؟ ايوه، ومنعينه يزورها. منعينه؟ لازم يقابلها ولازم ياخد الفيلم. منعينه. انا هقوله على كل حاجه. انا بس عايز اسالك، انت ليه بتتصرف في التصرفات دي يا متر؟ اظن من حقي ان انا اتابع حاله موكلتي الصحيه. طبعا طبعا، بس تعرف ان نشوى مريضه وحالتها خطر، مش مفروض ان احنا نعرضها لهزات عصبيه. انت طبعا عارف ان المرض العصبي اخطر بكتير من الامراض العضويه. انت لازم تساعدنا وتساعد نشوى في نفس الوقت. يا شريف يا صاد. معايا الفيلم يا شريف. الحق يا شريف. يا شريف الحق نشوى. يا شريف الحق. ده كان بيقول اسم مش كده؟ ده راجل مجنون. الحيطان دي ازل الصوت مش كده؟ شفت المرض النفسي بيوصل ليه يا شريف؟ عشان كده كان لازم وكان مهم جدا ان احنا نسيطر على نشوى. ولا انت عايز يجي يوم من الايام تشوفها وهي في الحاله ديت؟ دكتور صبري، اوضه 3 جاهزه. طيب احنا جايين على طول. اتفضل. نشوى، رد عليا يا نشوى. نشوى
نشوى رد عليا. ايه اللي وصلها للحاله دي؟ زياره انتهت يا استاذ شريف. المريضه مرهقه ولو سمحتوا سيبوا الاوضه. نشوى رد عليا. نشوى الزياره انتهت يا استاذ شريف. اتفضل. قدامنا اليوم الخميس، لو مرت المرحلة دي بسلام نشوى يبقى كتب لها حياة جديدة يا شريف. يا دكتور صبري أنا عايز أجيب لها كونسبت. اسمع يا شريف، المستشفى دي ليها سمعتها وفيها أحسن دكاترة. إيه في يا دكتور؟ إنها جابت لها كونسبت. تجاوزت حدودك أوي. عايزين تاخدوا المريضة بتاعتكم خدوها انقلوها دلوقتي من المستشفى وخلصوني. شريف أرجوك مفيش داعي للتهور. أنت بالشكل ده بتأذي نشوى. أنا بحميها يا فؤاد. تحمينا من إيه بس؟ عايز أفهم. شريف أنا أخو نشوى. أنا مش قادر أفهم. أنت بالشكل ده هتدمرها وتدمرني. أنا اللي بحاول أدمرها يا فؤاد. يا شريف حط نفسك مطرحي. إحنا ناس لنا سمعتنا في المجتمع. أنا دخلت نشوى المستشفى علشان تتعالج. كان يهمني أوي إن محدش يعرف إنها جوه المستشفى. عشان لما تخرج ما حدش يشاور عليها ويقول المجنون اهي. انا مش قادر افهم في بيني وبينك ايه عشان تحاول تشهر بينا بالشكل ده. انا عمري ما بشهر بحد يا فؤاد وانت عارف كده كويس. اتفقتوا على ايه يا جماعه؟ اتفقتوا على ايه؟ انا شايف انها تستنى لغايه يوم الخميس. ده عشان مصلحتها. عشان مصلحتها يا شريف. طيب يا دكتور. السلام عليكم. ازاي تسمح للمحامي انه يتهجم على المستشفى ويحطيني في موضع تساؤل؟ انا ما سمحتلوش. اسمع يا فؤاد، من غير لف ولا دوران، انت ورطتني معاك لابعد الحدود وهتجريني المواقف انا مش قدها. مش قدها. انا حاولت احل لك ازمه لكن مش ممكن اسمح لك ابدا انك تحطيني في ازمه. انا ما فيش حاجه في ايدي ما عملتهاش. لا فيه. احنا لازم نخلص من نشوى. تقصد ايه بالكلام ده؟ انت سمعت اللي انا قلته كويس. اعتبرها حادثه طياره. اماره وقعت. نشوى دي لازم تختفي من الوجود. صبري انت عايز تقتل نشوى؟ اختي؟ انا مش هقتلها. مش هقتلها. أنا هطلع لها شهادة وفاة رسمية وأحطها في العزل. هنسيها كل شيء. كل شيء. غصبا عني يا فؤاد. ده الحل الوحيد اللي هيسكت المحامي. نشوى ما بقتش خطر عليا، بقت خطر عليك أنت كمان. أنا لا يمكن أسمح لك إنك تحاول. أنا مش بستأذن. وافهم كويس. أنا مش هستنى لما أتعلم معاك مش لها واحدة. يا إما حياتنا يا إما نشوى. مفيش اختيار. مفيش اختيار. Ooh! 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 Ooh!
معرفش، لازم هما بينقلوها، دي فيها قوة تهد جبال. حضريها للعزل يا سعدية، البنت دي بقت خطر، لازم تنسى كل حاجة. عزل؟ حضرتك قلت عزل يا دكتور؟ أنا ما بقاش قدامي غير كده، مش قدامي غير كده. الدكتور صبري موجود؟ موجود، عايز ايه منه؟ هو اللي عاوزني. هو فين؟ في اوضه الكهرباء، خش له. دلوقتي حالا اعمل المستحيل يا عم صادق، كل يوم بيمر عليها جوه بيقربها من الموت. صباح الخير شريف، كويس قوي انك جيت معاك. احنا لازم نسافر مصر حالا. مالك شكلك مش عاجبني، في ايه؟ انت لسه ما قريتش جرايد؟ لا لسه. في حاجه؟ البيع حياتك. ايه؟ النهائي نزل النهارده في الجرنال. نشوى ماتت؟ بقول لك ايه؟ انا خلاص عملت مرور، عايزك تفتح عينك كويس، ها؟ نشوى، 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 انت سامعني يا نشوى؟ انا صادق، اديني الفيلم، الفيلم يا نشوى. بصي لي يا نشوى، شريف مستني الفيلم، شريف مستني الفيلم. الفيلم ده فيه صور اللي في العزل كلهم، الفيلم ده امنا كلنا. نشوى في حياتنا كلنا. اصبري يا بنتي، اصمدي يا حبيبتي، ربنا معاكي، ربنا معاكي. صدق المفتاح جه عارف كل حاجة ومش ممكن هيسكت. احنا ما عملناش حاجة غلط، انا نفذت الاوامر وكنت رحيم في تنفيذها. انا ما قتلتش، ما قتلتش، انا عطلت الشر اللي فعله مش اكتر. لو عايزين
يسألوا اللي بعتوهم هنا. أنا مسؤوليتي محدودة. وأنا أنا مسؤوليتي إيه؟ اسمعي يا سعدية، أنت معايا من 20 سنة، كنت بضرب بيك المثل في الطاعة. حافظي على رصيدك ده. بس احنا دمرنا مرضى كتير يا دكتور. دول مش مرضى، والمجرمين وجريمتهم ايه؟ جريمتهم علوم، مجرد العقل ما ينحرف بيبقى جريمة متحركة، خطر على النظام كله. حق الشعب ان حد يحميه من الافكار ديت. احنا مستحقين شان مش تهم. يعني مفيش خطر علينا؟ لا 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 لا، طمني متخافيش. لو حصل اي حاجه في ناس كتير هتحمينا. من 20 سنة وانا ماشي وراك زي ضلك، مسألتش نفسك ليه؟ مسألتش سعدية ممكن توصل لإيه؟ هنوصل للأمان يا سعدية. أنا حارق الحلم القديم، عارف إنك أنت ضحيت بحياتك عشاني، بس في حاجة هتحاسب عليها من الرحمة. إيه هي؟ نشوة. نشوة دي جريمتنا، لازم نخلص منها بسرعة. عايزنا نقتل يا دكتور؟ أيوه لازم، بس مش بإيدينا، مجرد باب العازلين فتح، مجنون خطر يخلصنا من جسمها. نشوة ماتت، طلع لها شهادة وفاة واندفنت، وهو شاهد معايا. أستاذ شريف، انت صادق المفتاح دي مش كده؟ ايوه. اتفضل. استاذ شريف، انا هجيب لك رساله من نشوى. نشوى؟ نشوى ماتت يا استاذ. ماتت؟ مين قال كده؟ نشوى ماتت، انا شفتها بنفسي هي بتتدفن. انا سايبها من ساعات، لا قتلوها. انت ازاي قريت المستشفى؟ وجاي تعمل ايه؟ عايز مني ايه؟ انا جايب لك الفيلم ده، الفيلم ده اللي عشانه رجعت نشوى المستشفى، فيه كل صور الناس اللي انت عاوزهم. انت حصل الكلام ده من ساعات. ارجوك بلغ البيز بسرعه قبل الدكتور صبري ما يخلص عليها. انا عارفه كويس، وعارف ان انا هربت، وعارف ان انا هبلغ البوليس. يا محمد الفيلم الاول مفيش وقت قبل ما يقتلوها. يعني نشوى عايشه فعلا لغايه دلوقتي؟ عايشه، انما يا عالم هي اللي هيحصل لها بعد ساعات.